أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان له حق في بلد يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. من كان له حق في بلد يحكم بغير ما أنزل الله ولا يمكن أخذ حقه إلا بدفع الرشوة، فهل يجوز دفعها؟ كما سمعتم في الكلام الناظم يقول يجوز إذا كان مضطر إليها لاستنقاذ حقه، ولكن الصحيح أنه ما يجوز دفع الرشوة لعموم النهي عنها ولعن فاعلها. نعم، هناك وسائل أخرى، يعمل الوسائل الأخرى لاستنقاذ حقه. نعم.